نحن بولاية خنشلة في اللمسات الأخيرة لتحضير الدخول المدرسي 2024-2025، ونحن على استعداد تام لاستقبال أبنائنا التلاميذ يوم 22 سبتمبر 2024 على مستوى كل المؤسسات التربوية القديمة والجديدة منها. وكذلك هناك توسعة في استعمال اللوحات الإلكترونية. كانت ولاية خنشلة مستفيدة ب 22 مدرسة ابتدائية، وحاليا تم توسيعها إلى 40 مدرسة ابتدائية أخرى موزعة على كل البلديات على مستوى الولاية.